السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناتي. وصفة اليوم من الوصفات المميزة والجميلة جدا لتبييض وتفتيح لون البشرة. هذه الوصفة أيضا تعمل على شد بشرة الوجه، تعالج التجاعيد الخفيفة والعميقة، أيضا الخطوط الموجودة وأيضا الهالات السوداء. بالنسبة لوصفة اليوم فيها مرحلتين مهمتين، المرحلة الأولى وهي مرحلة الماسك الذي يستعمل على الوجه، والمرحلة الثانية وهي عبارة عن مرطب. بالنسبة للمرحلتين مهمتين مع بعض حتى تنجح معنا هذه الوصفة. بالنسبة للمرطب أيضا مهم جدا للناس الذين يعانون من البشرة الجافة والناس الذين يعانون من التجاعيد والخطوط والهالات السوداء. سنبدأ مباشرة في تحضير وعمل المرحلتين مع بعض. قبل ذلك عندي طلب منكم بسيط جدا، وهو عمل لايك وشير للفيديو حتى يستفيد أكبر عدد من الناس. نبدأ مباشرة في تحضير الخطوة الأولى وهي عمل الماسك. سنحتاج إلى مكونين رئيسيين وهما البيض والليمون، وأكيد سوف نضيف بعض الإضافات الأخرى. نقوم أول شيء خلط صفار البيض مع البياض. لماذا نستعمل الصفار مع البياض؟ لكي يتناسب مع جميع أنواع البشرات وخاصة البشرة المختلطة. بالنسبة للناس الذين يعانون من الجفاف أو البشرة الجافة ممكن نستعمل صفار البيض، أما الناس الذين يعانون من البشرة الدهنية نستعمل بياض البيض فقط. أما الناس الذين عندهم بشرة عادية أو بشرة مختلطة سنستعمل الصفار مع البياض، يعني حتى نتجنب أي مشاكل أخرى. نأخذ كمية من هذا الخليط، كمية تقريبا ما يعادل ملعقتين كبيرتين، ثم نبدأ بإضافة باقي المكونات. أول مكون سنضيفه وهو دقيق الحمص أو الحمص المطحون. بالنسبة للحمص من أحسن المكونات التي تعالج أغلب مشاكل البشرة. ممكن نستبدل الحمص بالكركم. نأخذ مقدار تقريبا ملعقة كبيرة أو ملعقة ونصف. نمزج المكونين جيدا. ثم نضيف المكون الآخر وهو الليمون أو عصير الليمون. بالنسبة للناس الذين يتحسسون من عصير الليمون ممكن نستبدله بعصير البرتقال. بالنسبة لعصير الليمون وعادة لا يتناسب مع أصحاب البشرة الجافة، تقريبا مقدار ملعقة صغيرة من عصير الليمون. بالنسبة لهذه الوصفات أو الماسكات هي التي تجعلنا نبدو أصغر سنا، يعني العناية بالبشرة هي خطوة مهمة جدا للتخلص من جميع المشاكل الموجودة على الوجه، ستبدين أصغر سنا من العمر الحقيقي لك. يعني ضروري جدا العناية، ليس مرة أو مرتين، ضروري جدا المداومة والاستمرار وأيضا الترطيب. الترطيب مهم جدا للبشرة، يؤخر ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة. ثم نضيف مكون آخر وهو جل الصبار أو جل الألوفيرا.
أيضا تقريبا مقدار ملعقة صغيرة. إذا توفر عندنا الطبيعي أيضا ممكن نستعمله، يكون بالعكس يكون أفضل. أنا تكلمت من قبل في فيديوهاتي على طريقة أو الطريقة الصحيحة لاستخلاص جل الصبار. نمزج جيدا حتى نتحصل على كريم أو ماسك بهذا الشكل. طريقة الاستعمال بسيطة جدا، نقوم بتنظيف البشرة جيدا، نغسلها بالماء الدافئ حتى تفتح معنا المسام، ثم نضع طبقة سميكة من هذا الماسك على الوجه، نتركها تجف تقريبا 10 دقائق، ثم نعيد وضع طبقة أخرى من هذا الماسك. نترك هذا الماسك على الوجه تقريبا من 30 إلى 40 دقيقة على البشرة، ثم نقوم بغسله جيدا وتنظيفه جيدا بالماء الدافئ وبعدها بالماء البارد، ونرش تونر ماء الورد إذا كان موجود. بعدها تأتي للمرحلة المهمة وهي مرحلة الترطيب. بالنسبة للترطيب ممكن نستعمل أي كريم مناسب للبشرة أو نصنع هذا الكريم، يعني من أحسن المرطبات ويتناسب مع أغلب أنواع البشرة. نحتاج فيها إلى زيت جوز الهند، كمية معتبرة من زيت جوز الهند، يعني ممكن أنا نصنع كمية كبيرة ونحتفظ بها، لأن الترطيب يستعمل بشكل يومي. ثم نضيف أيضا، يعني أضفنا ملعقة من زيت جوز الهند، نضيف تقريبا نصف ملعقة من جل الصبار، ونضيف أيضا مكون آخر وهو كبسولة من فيتامين إي أو فيتامين أو أو فيتامين ه الخاص في البشرة. ونخلط جيدا ونمزج المكونات كلها مع بعض حتى نتحصل على كريم مرطب للوجه نحتفظ به مدة طويلة ونستعمله للاستعمال اليومي. بالنسبة لطريقة الاستعمال، من الأحسن نستعمله في الليل ونداوم عليه عدة مرات أو فترة من الزمن حتى نتحصل على النتيجة المطلوبة. بالنسبة للماسك الأول نستعمله من 2 حتى 3 مرات في الأسبوع حتى نحصل على النتيجة المطلوبة. هذه هي وصفة اليوم، شكرا لكم على المتابعة.